فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا أحد المصلين بعد صلاة الفجر وبعد انتهائه من الأذكار يقوم بالسجود سجدة واحدة قبل انصرافه وخروجه، وعندما سألناه عن ذلك قال إنها سجدة شكر لله. لا لا، هذا مبتدع، هذه بدعة. الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، أما دائما يسجد يقول هذا شكر، لا. الصلاة شيء عادي، ما هي بتجدد، ما هو بشيء متجدد، ما هي شيء متجدد، هذا أداء فريضة. نعم، يقولوا له لا يستعمل هذا الشيء. نعم.